صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين اللي يطل عليكم يوميا من الأحد لين الخميس. فقراتنا جميلة لطيفة خفيفة نسعد بتقديمها لكم مشاهدينا. بداية أسبوع جديد وطاقة إيجابية جديدة تحتوينا مشاهدينا، ويا رب في هذا الأسبوع تتحقق الأماني ونسعى لها علشان تتحقق. نبتدي بأولى فقراتنا لهذا اليوم مع فقرة التمارين المقوية لرياضة المشي وأيضا الجري. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم مع ضيفنا في الاستديو. في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة واللياقة البدنية، يعد المشي والجري من أهم الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها بسهولة وفي أي وقت. تساهم التمارين المقوية للمشي والجري في تحسين اللياقة القلبية والعضلية وتعزيز قدرة الجسم على التحمل. تشمل هذه التمارين تقنيات بسيطة مثل تمارين الإطالة لعضلات الساقين وتقوية عضلات الفخذين والوركين، والتي تساعد على تحسين الأداء الرياضي وتقلل من خطر الإصابات. تتضمن التمارين المقوية للمشي والجري مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها تمارين الأوزان الخفيفة وتمارين المقاومة. تعد هذه التمارين ضرورية لتقوية العضلات الأساسية التي تساهم في تحسين التوازن والاستقرار أثناء المشي والجري. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التمارين على تحسين وضعية الجسم وزيادة مرونته، مما يسهم في تحسين الأداء العام ويقلل من الشعور بالإجهاد والتعب أثناء ممارسة هذه الأنشطة الرياضية. أكيد مشاهدينا، من بعد هذا التقرير يسعدنا استضافة المدرب محمد أضاحي. صبحك الله بالخير كابتن ونورتنا. يعني كابتن، نبي نتكلم عن التمارين المقوية بشكل عام، حدثنا عنها. والله تحكينا في آخر الحلقات عن تمارين مقوية حق اللي فيه مصابات حق اللاعبين. هالمرة نبي نتكلم عن تمارين المقوية حق عامة الناس اللي يروحون يتمشون أو أن يجرون. تعرف أغلب الناس عندنا يطلع جاري، مشي، سيكل، فهاي رياضة زينة حق حرق الدهون، بس الناقصها عامل تمارين المقاومة اللي نسويها قبل عشان تخلي هذه الرياضة فعالة وأفضل. حلو. طيب أكيد هذه التمارين مهمة قبل المشي والجري، وخصوصا لعامة الناس. ليش هي مهمة ان احنا نسويها قبل ممارسة المشي والجري كابتن؟ طبعا قبل ما نتحكى في الموضوع، رياضة المشي والجري لازم نعرف يعني تصنف اي رياضة حق نشاط البدني. هو الرياضات في زونز، من زون 1 لزون 5، كل ما زان زون كل ما كانت شدة الرياضة اقوى. فرياضة المشي او الجري الخفيف او السيكل تعتبر زون 2. هاي تمارين زون 2 تساعد حق صحة القلب، تساعد حق حرق الدهون، تساعد حق الاستشفاء العضلي، فهي مهمة. بس اللي ما يعرفون الناس ايضا ان نوعية العضلات اللي تشغلها هاي الرياضات هي العضلات السلو تويتش، عضلات بطيئة الانقباض. فعضلات بطيئة الانقباض هي اللي تساعد على توصل لنا الاكسجين، تساعد على زيارة اللياقة. فاحنا قاعد نقويها ونقوي عضلات القلب، بس قاعد نعمل عضلات السلو تويتش اللي هي عضلات سريعة الانقباض، اللي ما تشتغل هاي العضلات الا بتمارين المقاومة اللي بنسويها اليوم. فتخيل انك تتمرن سلو تويتش وتتمرن فاست تويتش، فانت عندك افضل اثنين ويا بعض مدرب. حلو. احنا دائما نسمع كابتن خصوصا اللي يروحون الممشى يمشون، والله واحد مرة واحدة صاده شد، مرة واحدة ما قدر يمشي، تلاقي يعري. فشنو السبب وراء ذي الشيء؟ السبب نفس ما قلنا، انه ما يسوون، مع اغلب عامة الشعب ما يسوون تمارين تقوية. يعني معروفة السالفة، نروح الممشى استرتش،
يحرك كتفه يحرك كتفه على ورا وبس وبعد بعد تعورت قلت ليش تعورت قال لي كابتن سويت استرتشات لا مو بس استرتشات هي اللي بتساعدك تمارين المقاومه والتقويه هي اللي تبعد عنك هاي الاصابات الحين تخيل ان العضله موجوده بس كل قاعد تسوي لها كارديو ضعيفه يبلها تقويه خوها خلاص ما بتصير عندك هالمشكلة. يعني اول شيء احنا نقوي العضله ومن بعدها ننطلق للرياضات اللي احنا نحبها اي ناس ما قلنا بس نشغل عضلات الفاست توتش اول فتكون جاهزة حق تمارين المشي ولا الكارديو بشكل عام فما بتحس بآلم. حلو كابتن احنا نبي تطبيق حاليا. بس تمام نطبق لك. تفضل. بنسوي ثلاث تمارين بيساعدنا حق رياضة المشي والجري. اول تمرين تقوية حق عضلات الفخذ الخلفية طبعا في تمارين المشي او الجري او السايكل يسمونهم يونيلاترال موفمنت يعني كل طرف يتحرك بروحه يعني اليمين بروحه واليسار بروحه فمن الافضل ما اسوي تمارين تقويه شغل ريلين مع بعض بسوي تمارين تقويه شغل كل ريل بروحه فاول تمرين نقدر نسويه ثلاث جلسات ثمان تكرارات كل صوب ريفرس لانجز برجع على ورا 1 سويتش 1 لين ما اخلص ثمان تكرارات كل جهه اقدر اريح ما بين كل جلسه وجلسه دقيقه لدقيقتين عقب ما اسوي هالتمرين اقدر اسوي التمرين الثاني جلستين ايضا ثمان تكرارات سبليت سكوات بيساعد على ان زياده الثبات في عضلات الفخذ وبيساعدك على استابيليتي ازيد اثناء المشي والجري بحط ريل قدام ريل ورا يديني قدام وبنزل سيده مو نفس اللانجز وبطلع 1 وقد ما اقدر اكون كنترول طول الموفمنت اخلص ثمان تكرارات فحين احنا بهالتمرينين فعلنا العضلات الفخذ الخلفيه والاماميه يكونون جاهزين حق المشي والجري ويحمونا من الاصابات باقي لنا اخر شيء طبعا في تمارين الجري يصير واير روتيشنال ورك يعني يكون في يمين ويسار تتحرك فنحتاج نسوي تمرين الراشن تويست نقدر نسوي بهاي الكاتل بل او نقدر نسوي بدون وزن برفع ريلي 1 2 3 بخلص لي 15 تكرار كل صوب اذا الكاتلبل صعب بتقدر تسويه بدون وزن بتكون واقف 1 2 3 بنخلص 15 تكرار كل صوب وبذلك احنا غطينا ثلاث تمارين يساعدونا على تخفيف الاصابات قبل الجري وقبل الجري والمشي وايضا بنينا عضلات في المناطق اللي قاعد نتمرن عليها حلو كابتن يعني هذه التمارين سهل ان الواحد يسويها قبل رياضه المشي والجري او السيكل ولكن يمكن هذه الثقافه مو موجوده عند الجميع فيعني مدى اهميه ان الواحد يسوي هذه التمارين قبل لا يبتدي خصوصا انه هو يثقف انه ترى يعني لو ما سويت هذه التمارين ممكن تصيدك اصابات اخرى اي ناس ما قلنا بسرعه عامه الشعب يميلون انهم يسوون استرتشات قبل التمرين، استرتشات اوكي منها فائده، بس تمارين التقويه اللي سويناها الحين هي عباره عن اوريدي كانها تمارين مرونه وفي نفس الوقت تقوي العضلات اللي بنستعملها في الجري والمشي وخلاص بتخف علينا الاصابات. حلو، زين كابتن ساعات في ناس تحاول تسوي تمارين التقويه وتصيدها اصابات بعد، فيمكن التمارين اللي قاعده تسويها تمارين التقويه تسويها بشكل خاطئ. اي بالضبط، يمكن يسوي تمارين التقويه بشكل خاطئ، يمكن الشده عاليه، قاعد يلعب اوزان عاليه، تكرارات وايد، وفي اسباب ثانيه بس انه يقدر يكتفي هالتمارين كبدايه نفس ما لاحظنا، خلينا كل تمرين جلستين لثلاث جلسات خفيفه تلعبها وانت ماشي، بدال لكن اذا جيت وقلت يلا الحين الكابتن اعطاني تمارين انا بستفيد ازيد، بروح اسوي بدال جلستين ست جلسات، من بدال 10 تكرارات 20 تكرار، يعني السالفه مو كذي، مو كل ما سويت اكثر كل ما حصلت اكثر. كان قعدنا طول اليوم في النادي بس اتمرن وخلص الموضوع بالضبط يعني احنا نتمنى ان احنا وصلنا هذه الثقافه للساده المشاهدين ومشاهدينا مدى اهميه تمارين التقويه من خلالك كابتن شكرا لك شكرا لك مشاهدينا بعد رياضة الصباح نشرب كوب قهوة لنبدأ يومنا بشكل صحي فخلونا نشوف زميلنا محمد العالي وشنو موضوعه لهذا الأسبوع مع فقرة كافيين. يا
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، رحب فيكم في فقرة كافيين الأسبوعية من جديد. واليوم بنتكلم عن نوع من أنواع القهوة اشتهروا فيه أهل منطقة شبه الجزيرة العربية، ويعتبر من التراث الثقافي لدول الخليج بالتحديد. نتكلم عن القهوة العربية، ومعاي ضيفة الفقرة أخصائية التغذية أنفال عباس. رحب فيك معنا. يا هلا ومسهلا. في البداية، ليش سموها القهوة بقهوة عربية؟ طبعا القهوة العربية بشكل عام هي تميزت بالبهارات والتتبيلات اللي فيها، وتميزت بالمحمصة والتحضير، وهي أخذوها تميزت من شبه الجزيرة العربية بشكل عام. يعني هل هي يعني طلعت من شبه الجزيرة العربية، استخرجوها من منطقة شبه الجزيرة العربية؟ طبعا في هاي الموضوع هو اختلف وايد ناس في هاي الرأي، لأن في البعض يقول إن هي أخذت من اليمن وزرعوها، وفي البعض يقول السعودية. فبشكل عام هي تكون في شبه الجزيرة العربية عند العرب. يعني لو بنتكلم عن نسبة الكافيين في القهوة العربية، أكيد تختلف نسبة الكافيين بطريقة التحميص وبمدة التخمير. فتقريبا نقدر نقول الفنجان الواحد من القهوة العربية تقريبا يعادل 40 ملي جرام من الكافيين. فإذا بنقارنها بالقهوات الثانية مثل الإسبرسو، تقريبا الكوب واحد من الإسبرسو يعادل 42 إلى 60 ملي جرام من الكافيين. فبس بشكل عام القهوة العربية هي أقل بنسبة من الكافيين بالأنواع الثانية. يقولون إن القهوة العربية هي النوع الوحيد من أنواع القهوة اللي ما تسبب لا أرق ولا مثلا تسهر، ليش؟ هو المتعارف عليه إن القهوة بشكل عام هي من المنبهات يعني، بس مثل ما قلنا إن هي الكافيين بنسبة أقل، فمن كذي هي ما تسبب لك أي أرق وتعب. فإذا أنت في اليوم الواحد أخذت فنجانين من قهوة فما راح تسبب لك أي من الأرق والتعب. حتى لو أخذت الفنجانين في الليل؟ أوكي، هو بشكل عام إذا كان قبل النوم على الأقل تقدر تأخذها قبل 5 ساعات ولا 6 ساعات من قبل لا تنام، عشان لأن هي ممكن فيها نسبة من الكافيين. فحتى لو كانت نسبة قليلة فيعتمد على طبيعة الجسم، إذا كان هو الشخص من النوع اللي وايد يأخذ ولا الشخص مو وايد يشرب قهوة. فهي في النهاية تعتمد على طبيعة الجسم. أنت قلتي إن القهوة العربية تكون فيها بهارات يعني يضيفون حقها، فهل لها فوائد القهوة العربية؟ طبعا القهوة العربية لها وايد مميزات، منها هي منها مضادات الأكسدة، فيها مضادات أكسدة وايد، فيها فيتامينات نفس فيتام بي، في نفس البوتاسيوم، فلها فوائد من الأعشاب الطبيعية. بنفس الوقت إن هي ممكن هي تساعد حق تقلل نسبة إصابة بالسكر، وبنفس الوقت إن هي تعطيك شوية طاقة. فمن كذي هي لها فائدة في يعني خصوصا لما القهوة تكون فاتحة لها فوائد أكثر. يعني الكمية المناسبة لشرب القهوة العربية لو نقيسها بالفنجان كم؟ يعتمد على الكافيين، هي في النهاية القصة كلها يعتمد على الكافيين. فطبيا معروف ان النسبة المسموحة طبيا للشخص ما يزيد عن 400 ملي جرام في اليوم. فمثل ما قلنا انه هو اذا الفنجان الواحد تقريبا 40 ملي جرام، فما تزيد عن اكثر من 8 الى 10 فنجان قهوة. اوكي، يقولون ان القهوة العربية لها علاقة بتعديل المزاج وتهدئة الاعصاب، لأن يعني يشربونها الناس في المناسبات وفي الجمعات مع الأهل، فهل هاي الكلام صحيح؟ طبعا تعتبر القهوة من الأشياء اللي تساعد على تعديل المزاج، لأن هي فيها نسبة كافيين، ومعروف الكافيين هو يزيد هرمون الدوبامين، والدوبامين هو هرمون السعادة. فمن كذي هو يعطيك طاقة ويعطيك طاقة إيجابية، فهذه اللي يدل على أنه هو
يزيد الطاقة عند الشخص. أضرار القهوة العربية نبي نعرفها. مثل ما يقولون كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده، فإذا هو تحكمت بكمية الكافيين تقدر يعني ما راح تكون لها أضرار، بس هي بشكل عام القهوة العربية لها مميزات ولها فوائد صحية، يعتمد إذا أنت استعملتها بطريقة صح. يعني مثل ما نعرف أن مثلا القهوة السوداء أو الأسبرسو لها مدة طويلة يعني تتم داخل الجسم، ما نقدر نشربها في الليل مثلا، بس القهوة العربية يقول لك عادي أن تشربها في الليل، فكم مدة نسبة يعني نسبة الكافيين اللي تتم داخل الجسم من القهوة العربية؟ هو بشكل عام القهوة إن جنرال تكون تتم في الجسم من 5 إلى 7 ساعات، بس في النهاية كلها تعتمد على طبيعة الجسم والحالة الصحية. ليش يعتبر تعتبر أن القهوة العربية هي النوع الوحيد اللي ما تنشرب في الفترة الصباحية؟ ليش؟ طبعا هو المتعارف عليه والأغلب أنه هو يحب القهوة يشربها الصبح، هي في النهاية كلها تعتمد على المزاج، يعني بشيء الناس تمشي على المزاج، بس بشكل عام الجسم ما يحتاج أول ما تقعد ما يحتاج إلى كافيين أول ساعتين من استيقاظ من النوم يعني، فالواحد هو أول ما يقعد من النوم وعينه خلاص تروح عند الشمس يصير عنده ترتفع نسبة الكورتيزول، فهاي هو الهرمون اللي، فأنت إذا زدت وخدت القهوة على معدة فاضية خصوصا الصبح فهني تصير في عندك خلل في توازن الكورتيزول، فمن كذي أنت هني تزيد عندك نسبة يرتفع عندك الكورتيزول. شكرا لك على هاي المعلومات الجميلة اللي استفدنا منها كلنا اليوم. مشكورة، يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام فقرة كافيين هذا الأسبوع، نشوفكم الأسبوع القادم، عودة إلى استديو شمس البحرين. أكيد كل الشكر للزميل محمد العالي على هذه الفقرة الجميلة، فقرة كافيين. مشاهدينا وننتقل إلى فقرة جميلة أيضا عن هواية جمع الوثائق، وهي من أهم الهوايات اللي تهتم بالتاريخ والتراث، ومملكتنا الغالية تزخر بالكثير من الأسماء الهامة في هذا المجال. خلونا نشوف هذا التقرير. هواية جمع الوثائق التاريخية. هواية جمع الوثائق التاريخية هي نشاط يقوم به الأفراد المهتمون بجمع وحفظ الوثائق التي تحتوي على معلومات تاريخية ذات أهمية. تشمل هذه الوثائق الرسائل، العقود، الخرائط، الصور الفوتوغرافية، الجرائد القديمة والكتب النادرة، وأي مواد مكتوبة أو مطبوعة توفر نظرة على أحداث وأوقات ماضية. أهمية جمع الوثائق التاريخية: الحفاظ على التراث، تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للأمم، وتساعد في تسجيل وتوثيق الأحداث المهمة والحقائق التاريخية. البحث الأكاديمي، توفر مصادر أولية للباحثين والأكاديميين مما يمكنهم من دراسة وتحليل الحقائق التاريخية بشكل دقيق. التعليم والتوعية، تساعد في تعزيز الوعي التاريخي لدى الجمهور وتعليم الأجيال الجديدة عن الماضي بطرق ملموسة وشخصية. تقدير الماضي، تعزز التقدير والاحترام للجهود والأحداث التي شكلت الحاضر والمجتمع الحالي. الفهم الاجتماعي، تساهم في فهم التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر العصور، مما يساعد في بناء تصور متكامل عن تطور المجتمعات. الهواية والشغف الشخصي، تعد وسيلة للتمتع بالشغف الشخصي والاستمتاع بالبحث والاكتشاف، كما توفر فرصة للتواصل مع آخرين يشاركون نفس الاهتمام.
مساعدينا للحديث حول هذا الموضوع أكيد ينضم لنا في الاستديو المدون وجامع الوثائق التاريخية الأستاذ عبد الجليل أحمد. صبحك الله بالخير أستاذ ونورتنا. نور نور نور، إن شاء الله يحفظك. الله يسلمك أستاذ. أستاذ، يعني لو نرجع للبدايات ونتكلم عن حبك وشغفك في جمع هذه الوثائق الثمينة احنا نعتبرها، كلمنا شلون بديت؟ البداية التقليدية هي يعني جمع الطوابع ونزعها من الرسالة نفسها. بس بعدين التخصص أنا في موضوع البطاقات الزواج. حلو. معنا ديك الفترة كانت يعني البطايق كلش قليلة، ويعني المتمكنين الميسورين يعني اللي يصدرون البطايق أو يوزعونها قلة، بس قدرت أجمع مجموعة الحمد لله. الحين عندي مجموعة متميزة يعني فيها أطياف المجتمع كلها من بطايق الزواج القديمة. قديمة يعني، والحديثة نتحكي في الستينيات في السبعينيات والخمسينيات إلى الأربعينيات. حلو جميل. طيب لو تخبرنا عن أهم الوثائق اللي امتلكتها. والله أنا بالنسبة لي كل الوثائق اللي عندي يعني ثمينة، بس أنا اليوم جبت هاي مجموعة بسيطة يعني. أترك الموضوع أن التقدير والتقييم في موضوع الأهمية كنا المختصين أو يعني للجمهور. طيب ممكن تشرح لنا الوثائق اللي موجودة عندنا اليوم في الاستديو؟ أنا حين الكهرباء دخلت عندنا في 1930 شهر مايو، اللي هو شهر مايو اللي هو بداية اللي هو توزيع الكهرباء في البحرين. العدد ما عندي فكرة، بس أتوقع بين 150-160 مشترك كانوا. هذه أول فاتورة صدرت اللي هو في شهر يونيو. إحنا في شهر 5 يعني مثل ما تقولين الكهرباء دخلت، هذه في شهر 6 اللي هي فاتورة شهر 6. ما شاء الله، يعني أول شهر يعتبر. أول شهر إيه؟ أول شهر لفاتورة الكهرباء. حلو. جمعتهم أنا إلى فترة التسعينيات. ما شاء الله. المجموعة فترة الأربعينيات، الخمسينيات، الستينيات، السبعينيات إلى التسعينيات. وأشكال وأحجام الوثائق اختلفت على مر الوقت. هذه أول فاتورة، وهذه اللي هي ثاني فاتورة. آخر فاتورة. أربعينيات هذه. الحجم اختلف، هذه أيوه. في الأربعينيات. هاي الأربعينيات نعم، هذيك الثلاثينيات، هاي الأربعينيات، هذا الخمسينيات. حلو. وهذه فترة الستينيات. وهذه السبعينيات. حلو، كأنها تشيك. بالضبط. وهذه فترة الثمانينات. وهذه فترة التسعينيات. حلو. الحين في المتوقع الحين من ابتدى اساس ان نجمع بتكون سهله. جميل. طيب استاذ، يعني اتوقع واجهت صعوبه في جمع هذه الوثائق. نعم. خبرنا شلون قدرت ان انت تحصل عليهم. بعض الاحيان تدخل في مزايدات يطلع السعر مرتفع فيها. بعض الاحيان تجيش الفرصه وتطلع على ثاني، بس في المحصله يعني مثل ما تقولين البحرين مثل ما تقول زاخرة بالموضوع الوثائق. بالضبط، ذكرت المزايدات وإحنا نبي نتكلم عن المزايدات اللي قاعدين نشوفها بكثرة هذه الفترة. الكل قاعد يعرض الأمور القديمة والقيمة عنده وتتم المزايدة عليها. خبرنا، هل تعرض بعض الأمور في المزايدات؟ أنا بالنسبة لي ما عرضت، يعني تحس كل شيء أجمع وقليل البيع، يعني ما اقول ليش ما ابيع، بس قليل موضوع البيع يعني نادر. بس تحس كل شيء اقتنيته ثمين بالنسبه لك. بعض الاحيان شيء يطلع من يعني من مجموعه تحسين نفسك انه كاننا نازعين منه، يعني مثل ما تقول يعني تشبهينه باشياء واجد يعني صعبه. صحيح. طيب لو نتكلم عن اصعب خلينا نقول وثيقه حصلت عليها واثمنها. والله الوثائق يعني بالنسبة لي كلها قيمة، يعني عندي القانون الأساسي إلى أول نادي أدبي، أتوقع يعني أول نادي أدبي في الملامع سنة 1928
المسودة بخط اليد، ها؟ بخط اليد نعم. وأخذوه على بمبي وطبعوا اللي هو في كتيب، اللي كان يرأسه في تلك الفترة سمو الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة، والد نائب رئيس مجلس الوزراء حاليا. نعم شيخ طيب مبارك. طيب أستاذ، يعني هذه الأمور القيمة يعني أتوقع تحتاج لها مكان يحتفظ فيها، والناس أكيد مثل شعب مملكتنا الغالية يحب يشوف هذه الأمور الجميلة، وأنا واحدة منهم. فهل عندك مكان خاص تجمع فيهم هذه الوثائق القيمة؟ موجود عندي مكان، فهرست الوثائق اللي عندي، يعني سميته أنا معرض، يعني موضوع المتحف بيكون على حجم المكان اللي عندي ما بيناسب يعني بالضبط، فتسميته معرض عندي، فموجود المكان. نعم حلو. موجود. حلو. طيب يعني ذي الجيل أستاذ قاعدين نشوفهم قاعدين يردون حق هذه الهواية، وقاعدين نشوفهم إنه قاعدين يدشون المزادات ويقتنون هذه الأمور القيمة، سواء كانت وثائق أو طوابع أو حتى تحف بحرينية قديمة. مدى أهمية إن الجيل الجديد يتعرف على هذه الثقافة ويقتنيها أيضا؟ هي ضروري، يعني نتمنى يعني الناحين يهتمون فيه اهتمام، يعني سابقا الأشياء يعني بعد طولة العمر رب الأسرة يعني الأشياء ترمى في الشارع أو ترمى عقبه يعني عقب ما يتوفى فتتوزع في السوق. الحين صار فيها مثل ما تقولين حرص، وإحنا ندعوهم من هذا المنبر إن الأشياء العائلية يتم الاحتفاظ فيها لأن بتكون إليهم مكسب في المستقبل يعني. حلو. يعني أستاذ من متى أنت بادين أنت تجمع هذه الهواية؟ كم كان عمرك؟ والله من فترة الشباب، يعني من أيام المدرسة الثانوية، من كان عمري يعني تقريبا حوالي 15 سنة إلى حين العمر تقريبا عدينا 50 سنة وقتها. ما شاء الله لك طولة العمر إن شاء الله. هل في أحد ساعدك في البداية؟ الوالد أو الوالدة كانوا يعطونك فلوس مثلا عشان تقتنيهم؟ والاقتناء كان عندي أول راتب يعني استلمت في الوظيفة سنة 1977، فاشتريت اللي هو 3 مجلدات الطف القانون. ما شاء الله. دفعت فيهم 300 دينار. ما شاء الله. فكان المبلغ يعني بالنسبة للراتب كان جدا مرتفع. أكيد أكيد كان جدا مرتفع، ولكن لو بتقارنهم في ذي الزمن والأمور اللي أنت اقتنيتها توقع هذه الحين تسوالها كثير. أكيد أكيد. موضوع المادة يعني إلى قيمة، بس موضوع التاريخ والقيمة التاريخية موجود فيها كثير يعني. ما شاء الله. يعني إحنا نتمنى لك كل التوفيق صراحة أستاذ، وفعلا هذه الوثائق يفترض أن هي تكون موجودة في متحف لعامة الناس، أن هي تيجي وتزور وتتعرف على هذه الوثائق. فلو تخبرنا عن المتحف، وين موقعه؟ هو أنا تسمية المتحف مثل ما قلت لك من معرض، إنه شوي يعني معرض. يعني أنا لي الفخر أفتخر أن باحثين من خارج البحرين وصلوا لي ومديتهم بالوثائق، ما شاء الله. حتى من داخل البحرين نفسها في موضوع الإعداد حق الدكتوراه يعني يحتاجون، فمفتوح المكان يعني. ما شاء الله لكل الباحثين والمهتمين في هذا المجال. شكرا لك أستاذ لوجودك اليوم معنا، وإحنا نتطلع أن احنا نشوف وثائق أكثر تقتنيها إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا. مشاهدينا، الزراعة علم وفن وله أصول وأساسيات، ولكن نبتة ظروفها أو نبتك وكل نبتة لها ظروفها والبيئة المثالية اللي تعيش فيها. في كل أسبوع بنتكلم عن نبتة معينة وبنتعرف على أسلوب العناية فيها، ولكن بعد هذا التقرير. نبتة الكروتون التي تحمل اسم العلمي كروتون تنتمي إلى عائلة الفربيونيات، موطنها الأصلي في المناطق الاستوائية في جنوب شرق آسيا بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وأجزاء من جزر المحيط الهادئ. نشأت نبتة الكروتون في المناطق الاستوائية حيث تتميز بتنوع بيولوجي كبير،
كانت تنمو في بيئات الغابات وتحت الظلال الكثيفة للأشجار الكبيرة. تم اكتشاف الكروتون من قبل المستكشفين الأوروبيين في القرون الماضية خلال رحلاتهم إلى آسيا. أعجب المستكشفون بالألوان الزاهية والمتنوعة لأوراقها وتم جلبها إلى أوروبا كنبات زينة. استخدمت بعض الثقافات التقليدية أجزاء من نبتة الكروتون في الطب الشعبي لعلاج بعض الأمراض، لكن يجب الحذر لأن بعض أنواع الكروتون قد تكون سامة. انتشرت نبتة الكروتون في مناطق أخرى من العالم كنبات زينة داخلي وخارجي بسبب ألوانها وأوراقها الجذابة. أصبحت شائعة في الحدائق الاستوائية وشبه الاستوائية، وكذلك في المنازل والمكاتب في المناطق المعتدلة. قام المزارعون بتهجين أنواع مختلفة من الكروتون لإنتاج أصناف جديدة بألوان وأشكال وأوراق متنوعة. يوجد الآن العديد من الأصناف الهجينة التي تختلف في الألوان والأشكال والحجم. نبتة الكروتون تعتبر الآن واحدة من النباتات الزينة الشهيرة حول العالم، وتزرع بشكل واسع لجمال أوراقها وتنوع ألوانها. مشاهدينا بنتعرف على أصول العناية بنبتة الكروتون مع المختص في الزراعة الداخلية سيد صادق المرزوق. صباحك الله بالخير ونورتنا. أهلا وسهلا أختي، نور نوركم إن شاء الله، وأشكر استضافتكم. شكرا لوجودك معنا اليوم أستاذ. ولو نتكلم عن نبتة الكروتون وأنواع هذه النبتة. نبتة الكروتون نبتة داخلية جميلة، أنواعها تقريبا فيها أزيد من 6 أو 7 أنواع ما شاء الله، بس مع الأسف نهاية الموسم ما قدرت تحصل إلا هذه الأنواع الحين. هاي الأول واحدة اللي هي الذهبية، والثانية الوسطية اللي هي تكون الأرجنتينية النوع الهولندي. هذا الأنواع أستاذ دائماً نشوفهم موجودين في المكاتب في البيوت، يعني حلو إن هي تتواجد في المكاتب والبيوت، تعطي حيوية للمكان. مو بس تعطي حيوية، النبات الداخلي عامة النبات الداخلي هو يعطي أكسجين، صحيح، وينقي الجو ويسحب ثاني أكسيد الكربون. حلو النبات الداخلي، والأمر بعد الأحلى أنه يعطي جمالية للأماكن، لكن لازم نعرف النبات وين نخليه، شنو نختار حق المكان اللي بنخلي فيه النبتة. أزيد الأوقات أو أزيد الزباين أشوفهم إن عنده زاوية ضايعة في البيت ويبي يشغلها بنبتة، يبي يشغلها في نبتة، يروح يختار نبتة ما يكون عنده إضاءة كافية. أنا أقصد الإضاءة الغير مباشرة اللي تدخل. حلو. النبات يحتاج إضاءة، إضاءة غير مباشرة، مو إضاءة مباشرة من الشمس تدخل من النافذة، ويروح يختار نبتة هي تحتاج إضاءة ويخسر فلوس، وبعدين فترة بسيطة شهر شهرين يشوف النبتة بدأت تتهاوى ويخسر النبتة. ضروري ضروري يعني لما بيختار نبتة لازم تكون عنده إضاءة، تكون عنده إضاءة. وإحنا أزيد عندنا أمر ترى شيء، سامحيني، إحنا عندنا في الخليج كله مو بس البحرين، تفضل، ما نفتح ستاير. يعني كل الستاير لو يخلي دراي شنو ان الستاير كلها مغلقه. احنا كبشر نحتاج الى اضاءه، هاي اللي هي شوي تعالي، مو بس النبات ضروري تكون له الاضاءه الساطعه، وفي بعد اضاءه خفيفه غير مباشره. حلو، يعني ذكرت مدى اهميه الاضاءه لنبته الكروتون او لاي زرعه ممكن هي تتواجد في البيت استاذ، لكن لو نتكلم عن كيفيه العنايه بنبته الكروتون. العنايه جدا بسيطه، جدا بسيطه، ازيد النبات او اكثره، مو كله أنا أقوله يعني على شغلي فيه، إن النبات الداخلي عنايته جدا بسيطة. النقطة الأولى تربته تكون صحيحة، ما تكون تربة عادية كومبوس فقط أو تربة طينية أو تربة بيت موس، لا، التربة تكون متعادلة
من كومبوس وبيت موس درجات متفاوتة تكون، وياها بلورايت وياها الجبس الزراعي، تكون تربة خفيفة ونقية. كيفية العناية فيها؟ أكثر النبات أو بالأخص نبتة الكروتون هي الري عند جفاف التربة. ما نروي النبات إلا لما نتأكد بوضع الأصبع مقدار 2-3 سنتي أسفل التربة، نشوف التربة إذا رطبة ما نرويها، إذا جافة نرويها. دائما بعض الزبائن هذا السؤال بشكل يومي يتكرر، متى نروي النبات متى نروي النبات؟ أنت اللي تحدد مو أنا اللي أحدد، جو بيتك هو اللي يحدد. صحيح. جو البيت يعني أنت مخلنها قبال المكيف يمكن راح تجف التربة في 4 أيام، عكس المكيف يمكن إذا يصيدها ما يصيدها تيار هواء حتى 10 أيام ما تجف التربة. وإعطاء الإمبيكي التغذية جدا مهمة، التسميد ما يكون إفراط في التسميد، يكون التسميد كل 2 أسبوع. تحتاج النبات إلى النيتروجين، يحتاج إلى البوتاسيوم، يحتاج إلى الفوسفور، لأن هذه التربة تربة النبات الداخلي تختلف عن تربة التربة الخارجية. صحيح. التربة الخارجية تكون فيها أسمدة حيوانية، هذه ما تكون فيها أسمدة حيوانية. الأسمدة الحيوانية لما نخليها داخل البيت ما نقدر نقعد بها، فلازم نعوض النيتروجين اللي موجود في الأسمدة الحيوانية، لازم نعوض اللي هو الفوسفور اللي موجود في الأسمدة الحيوانية في كل 2 أسبوع مرة مع الري. حلو، احنا نبي تروينا كيفية معرفة إذا التربة كانت جافة أو تحتاج إلى ري من خلال الأصايص اللي موجودة عندنا. يعني كمثال هاي النبتة كتبين مجرد وضع الأصبع بهاي الطريقة مقدار 2 سنتي، تبين من أشيل يدي تبين التربة رطبة، ما أروي النبتة. حاليا التربة اللي موجودة عندنا جافة. لأن طلعت صبعك ما فيها شيء. ولا شيء. أيوة. هي مجرد إنه بيخلي صبعه بتشوف فيه رطوبة، ما يبى في ناس ما يبى يخلي صبعه، بإمكان استخدام أي قطعة خشبية، قلم، بنسل، من يخلي في التربة راح تبين إن التربة جافة وتحتاج ري، والري ما يكون بالكمية الكثيرة، يعني أصيص في حجم هذا أو حجم هذا 30 سنتي. ما تحتاج النبتة أزيد من 300 ملي كل 8 أيام أو 10 أيام. 300 ملي يعني كوب صغير جدا كوب صغير، ما القليل تحتاج. القليل الكافي إحنا نقول. نعم. القليل الكافي. إيه القليل الكافي، كثرة الري راح يعدم النبتة. صحيح. يخسرها النبتة. هذه أمورها. حلو جميل أستاذ. طيب أستاذ، دائما نسمع أن في بعض النباتات تلاقي تصيبهم أمراض معينة. نبتة الكروتون هل لها أمراض ممكن أن هي تصيبها مثلا؟ كل النبات يصيدها هاي الآفات موجودة. الآفات موجودة عندنا اللي هي الحشرة القشرية، وعندنا البق الدقيقي، وعندنا العنكبوت. هادلين موجودين في كل النبات، بس بالأخص الكروتون عند هادي اللي هي الحشرة القشرية والبق الدقيقي يحب هذه النبتة، يحب نبتة الكروتون. متى يوصل إلى هذا النبات؟ لما ما يتنظف النبات بالأخص الكروتون. لو بخاخ كل 2 أسبوع مرة واحدة بخاخ يرشها بالماء، إنه ما يخلي الأوساخ ولا الأتربة تضل على الأوراق، تضل الأوراق دائما لمعة. وأنا دائما ما استخدم المبيدات اللي هي تكون الكيميكال، انا دائما استخدم المبيدات العضويه وما فيها اي مضره الى النبات، هو زيت النيم. زيت النيم هو افضل مبيد عضوي الى النبات، ما في كيميكال، استخدمه كل 10 أيام، ملي واحد او 2 ملي مع لتر ماي، وبخ النبات به. النقطة الأولى يعطي لمعان لأوراق النبات، والنقطة الثانية إن الآفات ما تحب زيت النيم. أها. فهذه بعد. إيه يعني ميزة. أنا أنصح إن عندنا نسميها شجرة النيم، هي تسمى صيدلية المنزل. هاي شجرة النيم لما توضع في البيت هي صيدلية، الآفات تتباعد عن النبات. وهذا زيت النيم جدا مفيد إلى
جميع النباتات الداخلية والخارجية. حلو. طيب أستاذ، ذكرت في بداية حديثك أنه والله أنت كنت بتجيب لنا أنواع كثيرة من هذه النبتة، ولكن خلص الموسم، فنبي نتكلم عن الموسم ومتى موسمها؟ الموسم يبتدي من بداية شهر 10، من بداية دخول نهاية فصل الصيف دخول الشتاء، هنا تبتدي هاي المواسم، يعني مو بس للنبات الداخلي حتى الخارجي، يعني توصل كميات كبيرة، يكون التهجين حتى اللي يكون تهجين البحرين، ترى احنا عندنا كل تهجين البحرين موجود، بحريني يعني هذا هولندي بس تهجينه تهجين البحرين، اي الارجنتيني تهجينه تهجين البحرين. حلو. الحين في الصيف المحميات يكون بعد اعواد صغيرة او بدرتهم جدا صغيرة، يبتدي في من بداية شهر 10 يكونون أحجامهم على 20-25 سنتي تنزل، فما شاء الله يعني من شهر 10 إلى شهر 3 هذا موسم يكون تهجين النبات الداخلي، وحجمها هذه ما شاء الله لو تتم العناية فيها توصل حتى إلى 3 أمتار ما شاء الله، تصير نخلة داخل البيت، بس بشرط موقعها الصحيح، تكون إضاءة ساطعة، تغذية صحيحة، تسميد صحيح، وما تتحرك من مكانها، يعني ترى تصيدها صدمة، ترى النبتة إذا تشيلها من إضاءة وتوديها إلى مكان ما في إضاءة بسرعة تصيدها صدمة وتطيح أوراقها، يعني تتعود على مكانها ما تبي تغيره. إيه تتعود على مكانها، لما تكون في المكان كل أسبوع أو 10 أيام نحاول نفرها في نفس المكان علشان تنتقل الإضاءة في كل أجزاء النبتة. طيب أستاذ، يعني ذكرت أن إحنا إذا اعتنينا في هذه النبتة ما شاء الله تكبر وتصير كبيرة جدا في البيت، ولكن لو نتكلم عن عمرها شقد تعيش هذه النبتة؟ هذا ما أقدر أحدده أنا، على حسب العناية بعد. على حسب العناية، يعني إحنا عندنا حتى تقريبا النخل برا نشوف نخلي 20 نخلة، لكن شوف واحدة من الأشجار ما تطول حتى سنتين ثلاث وتروح، لا هي تطول، يعني أنا كمثال عندي النبات ما شاء الله تبارك الرحمن يدوم عندي، إذا تكون عناية صحيحة تغذية صحيحة ما شاء الله يطول، وتقدر تقلم منه وتسوي منه نبات ثاني. حلو. طيب ذكرنا من شوي إن في أمراض ممكن تصيب هذه النبتة حالها حال باقي النباتات، نبتة الكروتون، طيب كيف ممكن إحنا نعالج أي مرض يصيب هذه النبتة بحيث إن إحنا نحافظ عليها؟ نحافظ عليها تنظيف الأوراق، ما نخلي أي غبار يكون على النبات يطول، كل أسبوع نبخ النبات، هاي النقطة، حاول ننظف بقماش رطب، ننظف الأوراق بقماش رطب، إذا لاحظت النبات ما في حتى غبار على النبات دائما ننظفهم، البخ تنظيف النبات، إعطاهم النبات نستخدم المبيدات الفطرية والعضوية، مبيدات الفطرية تكون عضوية يكون واجد ممتازة، وأفضل مبيد عضوي أنا أستخدمه وأنصح فيه جميع المشاهدين هو زيت النيم اللي ذكرته، استخدموا زيت النيم يكون 2 ملي مع لتر ماي، وتبخ النبات في الداخلي والخارجي لو كل 10 أيام، هذه تكون العملية يعني وقائية، لو لا قدر الله صادها البق الشريطي أو البق الدقيقي أو الحشرة اللي هي القشرية ما في شيء ما يتعالج، لا يتعالج بشكل بسيط، يخافون شيء ده. أول نقطة نحن نبعدها عن النبات، نبعدها عن النبات السليم، ونحاول نحط عليها نايلون على التربة ونغسل النبتة كاملة. حلو. نغسل النبتة كاملة. بالماي ولا بالمبيد؟ لا بالماي. أول نغسل النبتة كاملة، نحاول الآفة كلها تروح، يعني ما تبقى عليها شيء، وبعدين نبتدي كل 5 أيام علاج. في مبيدات تكون تباع في جميع المشاتل اللي هي الكيميكال، وفي مبيدات عضوية. المبيدات العضوية تقدر تستخدم زيت النيم، في ناس تستخدم أشياء واجد، بس أنا غير زيت النيم ما أستخدم.
نصيحة الأستاذ، زيت النيم هو من أحسن الزيوت اللي ممكن تقي الأشجار وأوراق الأشجار. شكرا لك أستاذ لوجودك اليوم معنا. أهلا وسهلا بخدمتك، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يطول عمركم، وأشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير. شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل قصير ومن بعدها نعاود، لا تروحون بعيد. مشاهدينا، الإسعافات الأولية هي إجراءات بسيطة ولكن حيوية، ويمكن أن هي تنقذ حياة أي شخص اللي يعاني من أزمة قلبية، ويمكن للمسعف لعب دور حاسم في إنقاذ حياة شخص يعاني من أزمة قلبية. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. الأزمة القلبية هي من الحالات الخطيرة التي تتطلب التدخلات الطبية الطارئة، والتي تعتبر من أكثر الأمراض تواجداً في البحرين، جانباً مع الأمراض الأخرى مثل السكلر والسكري وغيرها. الإصابة بالجلطات القلبية قد تؤدي إلى نقص تروية عضلة القلب، ومن ثم هبوط في الكفاءة القلبية، مما يتسبب بتقليل التروية لجميع الأعضاء الحيوية في الجسم، مؤديا إلى مضاعفات في الرئتين والكليتين والكبد والشرايين الطرفية أو الوفاة المفاجئة. إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب عالميا بحلول عام 2030 ستبلغ نحو 23 مليون حالة سنويا، إذ لم تكن هناك تدخلات فعالة وفق موقع منظمة الصحة العالمية. ومن خلال دراسات متخصصة للبحرينيين، فقد شكل المدخنون فقط 50% من الإصابة بالجلطة القلبية، ولم يفرق كونه مدخن للسجائر العادية أو الإلكترونية، عدا عن معدلات الخطورة الأخرى من ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكري والكوليسترول والسمنة. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير للحديث أكثر حول الموضوع. معنا في الاستديو ممرض ومدرب إسعافات أولية وعضو فريق أكاديمية المسعفين إسماعيل محمد النخام. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك سماعة، يعطيك الصحة والعافية أول شيء على الاستضافة. طبعا إن شاء الله اليوم موضوعنا نفس ما ذكرنا بيكون عن الأزمة القلبية. بالضبط. إن شاء الله نذكر كل التفاصيل والإجراءات الأولية متعلقة في الأزمة القلبية إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني أستاذ، الأزمة القلبية ممكن تصيب أي شخص فجأة، وممكن في أشخاص معرضين أن تصيبهم الأزمات القلبية. نبي نتكلم عن الأزمات القلبية والأشخاص المعرضين لهذه الأزمات القلبية. إنزين، بداية الأزمة القلبية لازم نعرف هي من أكثر الأمراض خطورة وانتشارا، خصوصا خلينا نقول في مملكة البحرين. إنزين، وهي من الأمراض اللي تتطلب الإجراءات الطبية الطارئة. إنزين، شنو هي الأزمة القلبية؟ الأزمة القلبية هي عبارة عن انسدادات في الشريان، بالذات الشريان التاجي. الحين القلب هو عبارة عن خلينا نقول نفس الماكينة اللي تشتغل وتزود الجسم كله بالدم، بما فيهم هو نفسه عضلة القلب نفسها. إنزين، فلما يكون هالشريان نفسه اللي يغذي عضلة القلب بالدم، لما يصير في انسدادات خلينا نقول بشكل دقيق جزئية، هاي بيسبب لنا أزمات قلبية. هالأزمات القلبية اللي هي الانسدادات الجزئية تصير حق الأشخاص اللي هم يسوون أشياء معينة بحياتهم تعرضهم هالمرض. خلينا نقول نفس من عندنا الأكثر أشخاص عرضة لها، المدخنين. صحيح. زين، اللي أيضا عندهم يعانون من السمنة المفرطة، وأيضا اللي هم خلينا نقول كبار السن، نظرا أن هم
الشخص اللي تقدم في العمر الأعضاء اللي في جسمه والعلامات الحية في جسمه تقل وظائفها. حلو. طيب في أعراض معينة مثلا تظهر على الشخص من خلالها احنا كمسعفين نعرف والله ان هذا الشخص ممكن يمر بأزمة قلبية؟ اي نعم في أعراض، بس احنا لازم نعرف الحين يعني في أعراض وايد حق أمراض عديدة تتشابه. زين خلينا نقول الحين مثلا من أعراض الأزمات القلبية عندنا التعرق، عندنا الصداع، عندنا ضيق في التنفس. زين الحين أي واحد نشوفه صار عنده مثلا تعرق وضيق في التنفس ومثلا صداع نقول هاي في أزمة قلبية؟ لا، يمكن في مرض ثاني أو في مشكلة ثانية. زين شنو العلامة أو العرض الأساسي اللي هو يميز الشخص أنه في أزمة قلبية؟ لما يحس بألم في القلب نفسه، هالألم قاعد ينتشر، قاعد يروح لجهة اليسار وعاد يوصل لورا. هاي العلامة الأساسية اللي تميز أن الشخص في أزمة قلبية، والألم يكون حاد طبعا. فهاي العلامة اللي تميز الشخص أنه مصاب بأزمة قلبية. طيب ذكرت انه يكون الالم جهه اليمين، ينتشر جهه اليسار او اليسار. يسار من صوبي اليمين انا اشوفه. طيب ليه ورا؟ ايه ليه ورا يسار. حلو. في عوامل معينه تكون ممكن خطيره يستوجب علينا التدخل؟ ايه العوامل اللي اصلا اللي تساهم في ان تزيد من الازمات القلبيه خلينا نذكرهم بالتفصيل. عندنا نفس ما قلنا في البدايه العمر، نفس ما قلنا تقدم في العمر شنو يسبب ان الوظائف اللي في الجسم والاعضاء تقل وظيفتها. زين عندنا ايضا المدخنين. شلون المدخنين؟ الحين الجسم يقعد شو يسوي لما الشخص يدخن؟ يطلع نفس الانزيم يقعد يدافع عنك. انزين بيقعد يدافع عنك لمده كم؟ 10 سنين. شاف ما في فايده خلاص بيهدك هالانزيم. يعني ايش بيصير؟ بتصير نفس الالتهابات. هالالتهابات بتصير في الشريان ذي نفسه اللي قاعد يغذي عضلة القلب. فبالتالي ايش بيصير؟ بيصير نفس التضيق والدم ما قاعد يوصل. عندنا بعد ايضا اللي هم يعانون من السمنة المفرطة، خلينا نقول الكوليسترول الضار. الحين لما اللي عندهم دهون زايدة في جسمهم ايش بيسوون؟ خلينا نقول هاي هو الوعاء. فلما تكون في دهون زايدة ايش بيصير؟ بيتقلص الوعاء نفسه والدم ما بيوصل بشكل كافي. صحيح. زين عندنا ايضا مرضين، هاي المرضين مو بس يساهمون في الازمه القلبيه، حتى في العديد من الامراض اللي هم الضغط والسكر. الضغط والسكر هذين الاثنينتهم يزيدون وخلينا نقول يخلون الحاله تتفاقم اكثر اكثر في الازمه القلبيه، يسرعون من العمليه. مو بس ازمه قلبيه، حتى العديد من الامراض الثانيه. فيتطلب ان احنا نحاول نعالج اللي هو الامراض اللي هي خلينا نقول الثانيه للضغط والسكر والعوامل الثانيه عشان نمنع اللي هو الازمه القلبيه نفسها. حلو. الحين شفنا لا سمح الله لا سمح الله شخص يعاني من ازمه قلبيه قدامنا، كل الاعراض اللي انت ذكرتها كانت موجوده في هذا الشخص، كيف ممكن احنا نقدر نحن نسعفه؟ انزين احنا الحين شرحنا وايد على الازمه القلبيه وفصلنا فيها. اخر شيء الاجراء مالها وايد بسيط اللي هو وضعيه نصف الجلوس. شنو؟ يقعد يتسند على الطوفه بس. الحين مثلا مصاب طايح نخليه يتسند على الطوفه. انزين واحد صارت ازمه قلبيه في وين؟ في باب او صحراء. انزين وين طوفه؟ مو في طوفه، شو نسوي؟ على الارض نخليه يتسند على السياره. او مثلا اجيبه انا ويتسند علي كذي. هاي هي الوضعيه، وضعيه نصف الجلوس وهو يكون قاعد. هاي الاجراء البسيط لهالازمه القلبيه. على مي الاسعاف طبعا. يعني بس يقعد في هذه الوضعيه، وضعيه نصف الجلوس، يسترخي. في اجراءات معينه ممكن احنا نسويها لا غير وضعيه نصف الجلوس؟ مجرد هذه الوضعيه، وبعد اللي هي خلينا نقول اي شيء ضيق عليه، خواتم مثلا، ربطه هي حزام او عنق او مالت الريل اللي هو الجوتي عز جلا، شنو نسوي؟ بس نبطلهم. عشان شنو نسوي؟ نخلي الاوعيه وجسمه نفسه شنو يرتاح. بس هاي متطلب علينا احنا كاسعافات اوليه. انزين في ادويه ثانيه نفس النيتروغليسرين اسبرين، هاي ادويه يعني احنا كاسعافات مو بصوبنا، لان احنا قاعد نتكلم عن الاسعافات الاوليه. اما هالاشياء الادويه تعتبر متدخلات طبيه تمريضيه. طيب يعني يمكن في ناس تتخربط بين الازمه القلبيه وايضا السكته القلبيه، في فرق بينهم؟ اي في فرق، وفي فرق وايد بسيط. زين الازمه القلبيه احنا شنو قلنا في البدايه بشكل مفصل؟ انها عباره عن انسداد جزئي. فيعني هاي الوعاء في انسدادات بشكل جزئي، بحيث ان الدم ما قاعد يوصل بشكل كافي للجهه الثانيه اللي في القلب. زين اذا هاي الانسداد الجزئي صار كامل، خلاص انسد كامل، شو بيصير؟ سكته قلبيه. فالانسداد الجزئي اللي هي الازمه القلبيه بتي عليه الاعراض اللي هي الالم والصداع وضيق التنفس. بس لو هاي الانسداد الجزئي تحول كلي خلاص كامل، خلاص ما في دم يروح الصوب الثاني، فتصير سكته قلبيه. حلو.
طيب يعني الإنعاش القلبي الرئوي حدثنا عنه شوي. انزين، الإنعاش القلبي الرئوي هي عملية احنا نسويها لما الشخص ما يكون عنده لا نبض او ما يكون عنده تنفس. انزين، وهي عملية يعني مكونة من 30 ضغطة ونفختين بس في الدقيقة الواحدة، يتطلب ان الشخص تكون ضغطاته على المصاب 100 الى 120 ضغطة. يعني مو بنا يكون وايد سريع كذي بسرعة نفس كذي عندنا كذي كذي غلط، ولا يكون على ساعة، لازم سرعة متوسطة، لازم على هالرذم كذي. ففي الدقيقة بتقعد من 100 الى 120 ضغطة مقسمة على 30 ضغطة ونفختين. فاحنا من بني نضغط الحين تشيكنا ما في عنده تنفس ما في نبض، شو نسوي؟ اني نضغط احنا. زين، الضغطات احنا بني نضغط، ما يصير الوضعية مالتك تلعب وايد دور. يعني ما يصير انت تضغط كذي، اذا بتضغط هاللون انت كأنك بتضغط من يدك، هاي غلط. هني يمكن بس 30 ثانية خلاص تعبت، لازم تضغط من ورا من ظهرك كذي، تي هاللون تضغط. انزين بدي تضغط، وصلنا خلينا نقول نضغط وصلنا 26 27 28 29 30، نرفع مجرى التنفس ونحاول احنا ننفخ. لازم يكون في حاجز بين يعني فمي وفم المصاب، اذا ما في اي حاجز في عندنا نفس البوكيت ماسك يسمونه نحطه وننفخ. زين، او الاميو باك، اذا ما في شيء لا تسوي هالعمليه، عمليه النفخ، لان احتمال انت تضر نفسك، يمكن في امراض هو ينقلها لك او العكس. صحيح. فشو تسوي؟ قد تضطرنا انت هالعمليه عمليه التنفس تتخلى عنها بس تكمل في اجراءات اللي هي الضغط. طبعا تقعد تضغط لين متى؟ لما يجي مثلا المسعف او الاسعاف. اذا تعبت انت خلاص تضطر تريح، يجي واحد يكمل بدالك، اذا ما في احد تضطر تريح، وش تسوي بعد تعبت انت؟ لا، فهاي الاجراء البسيط لها على مي الاسعاف. احنا نتمنى ان ما حد يصيبه لا ازمه قلبيه ولا نضطر ان احنا نقوم بهذا الانعاش، ولكن حلو ان احنا نثقف الساده المشاهدين والجمهور بكيفيه الاسعافات الاوليه لجميع الامراض والازمات. شكرا لك، شكرا لوجودك، والله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا، بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم. كانت حلقة مميزة بتميز ضيوفها اللي نورونا ونوروا استديو شمس البحرين. نشوفكم باكر على خير، ومع السلامة.